مشاهدي قناة ديسكو أمين، مرحبا بكم أينما كنتم، وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعلن من أولى سعيد إقليم برشيد عن وفاة المرحوم مصطفى مفتاح. انتقل إلى عفو الله المرحوم مصطفى مفتاح الزموري، داعين الله له بالمغفرة والتواب، ويجعل مسكنه الجنة مع الشهداء الصالحين، وأن يلهم ذويه كل من زوجته السيدة فاطمة وابنه السيد محمد والابن جمال مع ابنته فاطمة والابنة بهيجة والسيدة خدوج والسعدية وباقي أفراد أسرة مفتاح والعائلة، داعين الله جل جلاله أن يلهمهم الصبر والسلوان لفراقه الأبدي المرحوم من دوار جعرنا أولى سعيد. كل نفس ذائقة الموت، قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم.